السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم شباب استوديو عبد الرحمن وجبت لكم اليوم آه زي ما انتم متعودين تو منزلين الخط الوسط آه بس قبل ما نبدا تفجير الباكجات تو نازل الباكجات 25000 راح اصور مقطع نص المقطع الحين 25000 ولا نزلت بكره باكجات 35000 و 50000 راح ارجع لكم من بكره واكمل وأسج... لكم الباقي وارفع لكم مقطع واحد طيب قبل ما نبدا بس عشان نتاكد انهم نازلين آه خلنا نبحث عنهم لا آه كونسبت بلاير طبعا اللي بيسال كيف تجيبهم على طول من طريقه الكونسبت بلاير تحطهم كذا وخلاص يعني آه وضعك بالسمبتيك يا صاحبي هنا تاني كروس وسيرش دي ماريا وين دي ماريا اه دي ماريا ديماريا يصير دي ماريا نازل خلنا نتاكد بس دي ماريا نزل نازل دي ماريا شكله ما نزل آه سي ام انا اشوف بس اتاكد لكم يس اه نازل كام دي ماريا اوكي نازل كام اخوانا دي ماريا ويلكم يا دي ماريا طيب خلينا نشوف اسعارهم بس قبل دي ماريا 4 مليون سلام سلام هذا تو نازل طبعا ما تحكم على الاسعار الحين انيستا مليونين و700 معني ما اشوفه ابدا يستاهل بس يلا ما عليه توني كروس مليونين تصدقون اليوم الصبح او مريم الصبح اليوم العصر فتحت باكيج بخمسين الف على الاكس بوكس طلع لي توني كروس يا اني تصيح بس يلا ما اقدر اقول شيء لو ما يطلع لنا توني كروس الحين يعني بصيح يعني ببكي طيب ما علينا الزبط خلينا نفك الباكجات نتامل بالله خير يعني احسن من المقطع اللي راح ان شاء الله راح يكون المقطع المقطع اللي راح جبنا المقطع كان ما هو يعني ما في حظ نهائيا اي ما ادري ايش وضعهم عليه؟ يلا بسم الله باذن الله نسمي بسم الله ويا رب من قال يا رب لا اسلم لا لا نو 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 اصبر اي اصبر اصبر اصبر. أصبر, أصبر. كذا ما نبغى فجاه يشبك لي باكج ب 5000 ما ابغى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم ويا الله يا رب ومن قال يا رب ما ان شاء الله ما راح يخاف يخاف يخيب. بسم الله نزكيش دي مرة قاعدة الزبدة هنا يقول لك لا تشاءمت راح يطلع لك شيء زين ما ابي شيء ابغى اخي اسلام عندكم يا ابغى برونزي كذا يطلع برونزي واحد يلمع استرج شفتوا؟ يعني ما ادري كم يسوى ستارج لكن لا مانع اننا نخليه بدل هذا هذا لاني شاريه اصلا فنخلي هذا شو اسمه يصير عندي شو اسمه طيب باقي معنا خمس خم... آه تقريبا 59000 او 60000 راح نفكر في بها خم... باجات 15000 لين يبقى معنا 400 مليون و400 يا رب يا رب يا رب اوكي يا ابو الخياس شله خياس مجتمعه اوكي زي ما انتم شايفين ما طلع لي ولا شيء بالباجات اللي راحت صورت مقطع قبل شوي باكجات اللي 25 خمسين الف وخمسة وثلاثين الف فجرت باكاونتين باكجات بخ... ب الف ف يوم خلصت مسجل شفت ان الصوت ما تسجل لاني كنت مقفل المايك ف بحط لكم المقطع الحين ببدا اعلق عليه ولانه طلع لي فيه لاعبين كويسين ما ودي يروح ف... يعني ما ودي يروح يعني فخليكم المقطع وببدا اعلق عليه ف يلا طيب اوكي اول شيء ما بديت طبعا بديت باكاونتي الثاني لو تشوفون مغيرين اشكال الباكيجات انا كان عندي مئة الف قلت ابى افجر الباكيجات ابو خمسين الف الاثنين بس لانه زي ما تعرفون اذا صرت ما لعبت اه احتمال انه يطلع لك لاعبين كويسين اكثر بكثير ف سميت بسم الله قلت خلينا نفجر باكجات زي ما انتم شايفين عندكم الحين رحت لما الباكيج اوكي ما ادري ايش قاعد تسوي بس الزبد رحت فتحت الباكج سميت بسم الله وهوبا من يطلع لنا؟ طلع لنا نصري طبعا نصري ما يسوى واغلبية اللي معه اصلا ما يسوون يعني نصري أم... لاعبين مرة مرة مر ما يسوون الباكج ما كان يستاهل ابد انه يعني لا بس انه قلت لازم خمسين الف لازم اوريكم الحظ يعني ايش قد حظني حظي منحوس فاعطيتهم كلهم كوكسل جينا للباكج الثاني اللي هو باكج ابو 50000 الف سمينا بسم الله فتحنا الباكج نشوف من يطلع لنا يطلع لنا بيتر تشيك يعني ما ما ادري ايش اقول اللي يقول لكم الاكونت الثاني ما ادري ايش طلع لي طبعا هنا مارتينيز وطلع لي مارتينيز الثاني وطلع لي ايمينيكا ما بقى لي يطلع لي دومبيا وموسى وبس خلاص يعني هنا يطلع نحظك مره حيوان فقلت هنا انه الاكونت الثاني مره ما ينفع انك تفجر فيه فخليك باكونتك الاول فخلينا نشوف وش بيطلع لنا بالاكونت الاول اوكي هنا بديت افجر بالباكج بالاكونت الثاني فجرت الباكج ال 35000 هذا طبعا قلت خلنا بنشوف حظنا ان شاء الله يطلع لنا لعبة كويس طلع لي ما تويدي بالبدايه فبدأت اتحطم شوي قلت ايه شكل الباكجات بكبرها مخيسه وزي كذا فقعدت نظرة 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 نظرة, نظرة, نظرة ما في شيء ما في الا متويدي وكليتشي كليتشي المفروض انه كان افضل بالباكج لانه اغلى سر هنا غمضت عيوني قلت خلنا بفك باكج وبغمض عيوني وبشوف حظنا لف الباكج لف الباكج قاعد شوي يدور وبوم كسيرة اسود انا هنا طبعا كنت بغمض عيوني للحين فجأة الحين بتشوفون شوي <applause> لسه كنت غمض عيني ما ادري ليش فجاه جايك طاير على طول رحت كسيرة اسود ما ادري ليش قلت كليتش, قلت كليتش اسود تو الظاهر اتوقع اني قلت كليتش اسود الزبده انه كسيرة اسود فالبداية البدايه الحظ كان مره كويس يعني هي من هنا بدا الحظ يتحسن جلست لي الحركه اني غمض عيني وفتح بكي طلع لي اسود فقعدت اتفرج ما في شيء خزنت كسيرس بالنادي بس الحين قاعد اتفرج على اللاعبين ما ادري ايش كنت قاعد ابربر بس اني كنت فرحان خزنت كافاني وخزنت كسيرا الاسود والباقي اعطيتهم كوكسل اوكي فتحت الباكج الثاني 35000 غمضت عيوني نزلت لي الحركه نشوف من اللي بيطلع لنا بوم اوسكار اسود يا حبيبي اوسكار اسود طيب اوكي الحين عندك شو اسمه كسيرة اسود واسكر اسود طبعا انا كنت مره مستانس وقتها ويا المقطع ما كان انحذف الصوت حقه ولا كان والله كل شيء كان مره خرافي انا ما مو بلا اهم شيء على الاقل لاعبين يعني كويسين طلعوا لي ب... يعني حتى صح ان اسعارهم ما هو بذاك اللي اوسكار اغلى واحد منهم تقريبا من جاب لي 114 ف... بس يعني شيء كويس يعني بالنهايه زبدة خزنت اوسكار بالنادي ما, ما شفت شيء ثاني الباقي كله أ... شو اسمه العقود اخذتها حطيتها بالنادي والباقي كله كوكسل لاني ما راح احتاج اللاعبين ف طبعا هنا قاعد افرح وقاعد مدري ايش ومستانس وفال ام ام, أم امها قاعد تتفرج على اشياء من هنا ما في شيء جينا الباكج الثالث اللي هو الباكج ب 35000 باقي لنا باكيجين طبعا هنا انا ما غمضت عيوني قلت خلنا اجرب بدون ما غمض عيوني نفتح الباكج نشوف ايش طلع لنا شوف ما طلع لي شيء كويس بهذا الباكج يعني طلع لي الرسي وروخو ويعني اشياء مره مخيسين لاعبين مره رخيصين يعني ما يستاهلون حتى قيمه الباكج ف نجي للباكج الاخير من باكجات ال 35000 وطبعا هنا غمضت عيوني قلت يمكن خلينا نرجع الحظ بس نشوف عاد وش يطلع لنا دار الباكج دار 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 انفتح طلع لنا فراك طبعا انا ما شفت فراك كان اصلا عندي موجود بالنادي فقعدت ادور هنا لين ما اختفى شو اسمه شلت الباكج طيب قعدت اشوف 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 الباكج مره مخيس اخر باكجين مره مخيسات ندور 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 ما في ولا شيء ما في الا فرايك لامبرد زي ما قلت طيب جينا الباكجات 50000 هذه الزبد نقول ان شاء الله انه يطلع لنا يعني هذه اخر امل انه يطلع لك لاعب ازرق بال... بالوسط لانه بالهجوم ما راح افجر بقول لكم ليش بنيت المقطع فتحنا الباكج الاول غمضت عيوني قاعد يدور الباكج يدور الباكج بوم تتي اسود طيب اوكي طلعنا الحين ثلاثة لاعبين سود تقريبا اوكي ومن احسن ثلاثة لاعبين السود الموجودين ما عدا سانشيز واسكو لو انهم جايين كان خلاص خزنت التوتي بالنادي قعدت افرح شوي لانه اللاعبين السود ما يطلعوا لي الا مر ناس حتى ما اعرف اسميهم لكن يجيك يطلع لك اوسكار ثم توتي شو اسمها كسيرس طيب وتوتي ذا يعني شيء كويس فاهمين جيت للباكج الاخير ابو 50000 سميت بسم الله فتحت الباكج طبعا انا قبل كل باكج اجهز مهمي عشان يعني افتتاحية خير فتحت الباكج يدور الباكج يدور الباكج وهمسك طبعا هذا المايك هذا الباكج فتحته بالمايك قلت يمكن حضر المشتركين يصير كويس وانتم تسمعون هذا بس للاسف ما تسجل الصوت فيلا ما عليه طيب ما طلعنا ولا لعب كويس بنهاية الباكج وقلت انه ما راح افجر على الهجوم الاسباب منها انه اول شيء انا حظي اصلا مخيس بال يعني حظي ما ي... ما ما, ما كنت طلع لي كريس ما طلع لي ميسي ما كنت طلع لي روبن العادي فايش بالكم صار ازرق فاهمين؟ فقلت قلت خلنا نغبي الكوينز اللي معي تقريبا باقي معي مليونين ان شاء الله باذن الله بفجرها بال شو اسمه باللي هي ال شو اسمه التشكيله الكامله يعني عشان لو طلع لي مثلا ديفيد لويز طلع لي سيرجيو راموس طلع لي كروس طلع لي ديماريا طلع لي ثان ثل... كلهم راح يقولون زرق فاهمين يعني حتى لو طلع لي مثلا كريستيانو ولا ميسي ولا روبن حتى مع اني ما في امل لكن على الاقل انه بيطلع لك ازرق فاهمين ف الى هنا وصلت نهايه المقطع اتمنى فيديو يعجبكم اعتذر ان المقطع ما كان في صوت المقطع الثاني لكن وش اسوي والله ما كان بدي شيء بالعكس انا كان ودي انه يطلع بس يلا ما عليه الزبد بس هذا كان كل عندي اتمنى فيديو يعجبكم اشوفكم على خير ولا تنسونا من اللايكات والفيفورت والأشياء الحلوة هذي, وما ننخلي من دعمكم يا حلوين, ويلا بس أشوفكم على ألف خير, peace!